شو هذا كده؟ كم مرة خربت فيها؟ شو خربني يا عندي؟ الضفدع. بعدين أجا نسر كبير أكل الضفدع. ليش؟ لأنه ضحك على صاحبه، صح؟ هسا في 2007 في شهر 8 تعبت أمي، جيت كانت مريضة كتير يعني، كان معها القلب، كانت نايمة في المستشفى وودوا لي تقرير طبي أساس إني أجي أشوفها. فهناك قدمت أزد من يمكن 5 مرات، تمنى موافق علي وجيت هينة. وهسا أنا محشورة يعني، مش عارف أرجع لجوزي إلي سنة كاملة. والحمد لله لما نزلت امي من المقاصد قررت اطلع على غزه، صرت اقدم تسريح، اللي ما رضيش يعطوني تسريح، وحاولت اجيب زوجتي عهون عشان تشوف امي، وهذا طلعوا لها تسريح من غزه، يوميتها وصلت ايرز، يوميتها حماس اخذت غزه ورجعوها عن ايرز، حكوا لها ما فيش حدا يعد عن ايرز اليوم ورجع. أول مرة صار محكمة بواحد يمكن 10 بعد ما اجيت مباشرة. طبعا أنا بغمرة هذا اللي صار معي ما كنتش في تواصل مستمر مع هالموكيت، بس هم عم بيطلبوا أولادي يجوني. انضمام الأسرة كان الموكيت يعني قضيتها انضمام الأسرة مع بعض مع الزوج. يعني أولادي، هاي البنت كانت تقول لي ماما نسيت شكلك، كانت تقول لي أنا برضاش أفوت غرفتك علشان ما بقدر افوت غرفتك، عشان ما بقدر افوت وما الاقيكي فيها. وبراء اول حفيد لهم، ابني يعني اول حفيد لهم، شو راحوا بتطفطف عليه. وسته دائما كل ما تحكي معاه سته بتعيط، كل ما تحكي معاه وهو يحكي معها بحكي له بحكي لها هذا، بتقعد ساعه وهي تعيط على التلفون. وبعدين في له شنطه العاب، يعني هذا تقريبا من كم شهر جابتها سته، اساسا لما تروح تزور اخوي تحط فيها اغراضه. اللي هو جاي بحكي لحاملها بقول لي ماما هاي حاطين فيها العابي بدي اروح على غزه فيها، بقول لها يا ماما هي لتات، بقول لي لا بدي العابي فيها عشان لما اروح على غزه اخذها معي. الام صارت تحكي لي لا بدك تاخذيها، وفعلا جبت له اياها وحطيت له كل العابه، وحتى والله ما بسعد يعني من كثر من كثر ما اخواله بجيبوا له واصحابه. وهينا بنستنى والله شنتات، يعني شنتات اوعيه في الصيف بحط الشتوي وفي الشتوي بحط الصيف فيها، وهي الكوام كوام، يعني انا مش داري شو اعمل، بدي حدا يساعدني، بدي حدا يعني يرجعني لجوزي او هو على كل يجي. المهم ناخذ في مكان واحد، وبدي مساعدتكم ان شاء الله ان شاء الله على الله. شو يعني بالتليفونات؟ شو يعني كل يوم على التليفونات؟ بس زين يعني من التليفونات عرفت كيف، يعني ضل تعيط هي والبنت هذه بتعيط. بتعيط والولد والبنت بعيط، انا يعني كل ما بكلمه انا بعيط كمان، يعني لما اسمع صوت بنتي صار لي سنه وشهرين ما شفتهاش، يعني الوضع مش طبيعي بالمره. طيب مره من المرات هاي اتصلوا علي بنات الجيران قالوا خالته اسمع بنتك شو بتقول، قال ماما انا والله والله وانا نايمه فكرت عليكي، حلمت فيا وهي نايمه، قال فكرت عليك ان انت في المطبخ عم تطبخ وانا بكنس. يعني كنت اوقف على هاي البلكون، العصافير في اباجورات، العصافير ضلت عشعش على الاباجور، اقول يا رب اللي انا دقته ما تدوقه العصفور في الطير ولا البسه في الشارع. اه والله لما تيجي علي 3 ايام متواصلات او 4 ايام متواصلات ما يغمض جفني، انتقل من غرفة لغرفة من هذا الباب لهديك، يمكن اخذوا من اجري رقات وانا رايحة جاي، اطلع على البلكون رايحة جاي. وهذا الحكي ضل شهرين قديش؟ 6 شهور الا 10 ايام، يعني 165 يوم تقريبا. في غزة على المينا على البحر او الرمال. الرمال مين احنا؟
والله الغازة هي حلوة عشان البحر، عرفت كيف؟ وهون حلوة ليش؟ الواحد فالت بروح وين ما بده، بروح وبيجي يعني بتحرك. غاد فش تحرك يعني، سجن غزة أكبر سجن في العالم موجودة. أنا بتلاقي إنك رحت هناك طبعا الحياة صعبة بغزة وشغل ما فيش. طب المهم أطلع غاد، بسألت بمرت وولادي يعني، يعني مش مشكلة قاعدة بقاعدة، بس بطلع بطلع أنا بقعد عن مرت وولادي. بس الحياة بتستمر يعني، انت تفضل تروح غزة ولا تبقى اللي فيه خير الله يجيبه يعني، انا اطلع وهي تجي يعني مش فارقه عندي، بس المهم ايش نتلي مع بعض يعني. انا بدي احل كذا مشكله يعني، ابني لما بضل بعيد عن امه يعني هذا مشكله صعبه، بعدين هو بصف اول السنه يعني ما فيش حدا يدرسه، عرفت كيف؟ عشان هيك يعني لما يكون عند امه بتهتم فيه كثير. انا اللي بعرفه اني انا ام، وانه انا ما اذيت حدا، وانه انا ما عندي اي مشكلة. قررت اني انتقل من مدينة لمدينة، مفروض هاي حرية شخصية الي. انا شايف انه بدي اسكن على راس الجبل ولا في قاع الواد، مفروض هذه يعني اقل حقوق الانسانية، او بحطوني في سجن في قفص وبسكروا علي خلص، ساعتها بعرف حالي انا مسجونة، علي حكم قضائي، عندي مشكلة وبسلم بالامر. بس أنا بدي أنتقل من مدينة لمدينة، زوجي يعني في أي دولة في العالم إنه مفروض الزوج بدون أي سبب يكون في بلد وأنا أقعد أربي أولاد لحالي بدون أخ بدون أب بدون أي حدا.